تشاو توتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده جايه لكم ببعض التعبيرات اللغويه اللي هتساعدكم انكم ترفعوا الليفل اللينجويستيكو بتاعكم. اوكي، فهات ورقه وقلم ويلا بينا نكتب. اول تعبير عندنا هو اسر نسي كورو. اسر نسي كورو يعني ايه؟ اسر نسي كورو يعني يكون متاكد من الحاجه اللي بيتكلم عنها. اوكي، لان احنا عندنا الني خلاص عايده على الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ناخد مثال، نيجي مثلا نقول ايه؟ كريدو كلي كوزا ستيانو كوزي. كريدو كلي كوزا ستيانو كوزي. ما نون ني سونو سيكورو. ما نون ني سونو سيكورو. زي ما احنا شايفين تصرفنا الفيرب اسر بيو لاجيتيفو اللي هو سيكورو، فهو بيقول ايه؟ اعتقد ان الامور ماشي بهذه الصورة. هنا عندنا كوزي اللي هي معناها بهذه الصورة، ولكني لست متأكد. اوكي، ولكني لست متأكد. تاني اسبريسيوني عندنا هو فالرني لابينا. فالرني لابينا يعني يعني الامر يستحق ماشي او لا يستحق في حالة لو احنا ضفنا النفي. على سبيل المثال، طبعا انا كاتبه لكم كل حاجة علشان مفيش حاجة تتنسي، خلاص اول معلومة توصل لكم ناقصة. perché voi sposarti. perché voi sposarti. هو هنا بيقول له انت ليه عاوز تتجوز؟ secondo me، في رأيي الشخصي، non ne vale la pena. secondo me non ne vale la pena. يعني في رأيي الشخصي الأمر لا يستحق. وجهة نظر. طيب عندنا بعد كده andarci piano. andarci piano اللي هو ايه؟ يمشي بالراحة بالهداوة. فالمثال اللي عندنا بيقول ايه؟ خلينا نبص كده. هنا بيقول لا لويجي avevi detto che da oggi ci saresti andato piano con i carboidrati. Basta con la pasta. واخدين بالكم من المثال؟ هنا بيقول لويجي، هو هنا بيوجه الكلام للويجي، وبعد لويجي في فيرجولا، في فاصلة. اوكي، فاحنا كده بنوجه له الكلام اكنه تو، اكنه واقف قصادنا. هنا بيقول avevi detto، يعني انت كنت قلت كي اوجي، خلاص كده اوجي، انه من النهاردة، ده اوجي من النهاردة، خلاص تشي ساريستي انداتو بيانو، يعني ان انت هتمشي بشوية بشوية، هتقلل من ايه؟ كون اي كاربوهيدراتي، من الكربوهيدرات. باستا يعني كفاية، كون لا باستا كفاية بقى مكرونة. عندنا بعد كده volerci. volerci اللي هو معناه، هو ليه معنيين. اول معنى الوقت المستغرق لفعل شيء او الشيء الذي يلزم لاتمام شيء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو انا عاوز اروح مثلا من روما لميلانو، فاجي اسال ايه الوقت المستغرق علشان اروح من روما لميلانو. اوكي، طيب لما اجي مثلا اقول ايه للسفر لانجلترا، ايه الورق اللي يلزم؟ فاحنا في الحالة دي عندنا volerci. في الحالة دي هنجيب التشي في الأول، لأن ده verb volere زائد المقطع تشي. أوكي، فاحنا عندنا المثال هنا بيقول إيه؟ scusi، معذرة. quanto ci vuole per raggiungere la spiaggia a piedi. quanto ci vuole per raggiungere la spiaggia a piedi. يعني كم وقت يلزم للوصول الى الشاطئ ابيدي، على رجلينا. اوكي، طيب عندنا كمان بروفارتشي. بروفارتشي بروفارتشي اللي هو معناه يجرب. دايما التشي هنجيبها في الاول او في الاخر، بس في حالات. هنا التشي عندنا هتيجي في الاخر وهنشوف دلوقتي ليه. non riusciamo a parlare con Chiara. non riusciamo a parlare con Chiara. provaci tu per favore. provaci tu per favore. visto che
la senti spesso, visto che la senti spesso. فهنا بيقول ايه؟ احنا مش عارفين، مش قادرين ان احنا خلاص نتكلم مع كيارا. prova ci اللي هو جرب انت من فضلك، visto che بما ان، la senti spesso انك في بعض الاحيان بتكلمها. فهنا عندنا provare زائد المقطع ci provarci اللي هو يجرب هذا الشيء. طيب ليه هنا حطينا الشي في الاخر مش حطينا في الاول؟ لان عندنا prova زائد الشي ده امر، اوكي؟ فاحنا مع الامبراتيفو او الامر بنجيب البرونوم بعد الفيربو. طيب عندنا بعد كده non poterne più. non poterne più هنا عندنا non poterne più اللي هو لا يستطيع خلاص ان هو يفعل هذا الشيء. يجي مثلا نقول ايه؟ نيكولا non sopporta la convivenza كن مثلا الشو عميكو، يعني هو مش قادر يتعايش ايه مع صديقه. خلاص non ne può più، يعني هو خلاص ما بقاش قادر. وهنا صرفنا verbo potere مع lui. عندنا كمان tornarci خلاص اللي هو ايه يعود او يرجع. هنا بيقول ايه؟ mi è piaciuto tantissimo il duomo di Milano. amenò mi è piaciuto tantissimo il duomo di Milano. vorrei tornarci quest'estate. يعني انا اريد خلاص ان انا ارجع تاني في هذا المكان هذا الصيف، لان هنا الشي عايدة على المكان. طيب كمان عندنا الاسبريسيوني averne bisogno. averne bisogno ان هو يكون في حاجة الى هذا الشيء. فاحنا على سبيل المثال بيقول فيدريكا non chiederebbe aiuto خلاص se non ne avesse bisogno، يعني فيدريكا مش هتطلب مساعدة خلاص ما لم تكون في حاجة ليها. طيب عندنا كمان importar se ne، يعني ان الحد ده يهمه الحاجة دي. فهنا دلوقتي بيقول ايه؟ perché vi arrabbiate se vado a vivere con Marco؟ che ne vi importa؟ بيقول انتو متضايقين ليه ان انا مثلا هروح اعيش مع ماركو؟ خلاص che ve ne importa، انتو يهمكوا ايه؟ خلاص اللي هو يعني انتو ليه مهتمين بهذا الامر؟ اوكي بس كده. دي كانت بعض الاسبريسيوني او التعبيرات، يعني الفيلو بتاعها بيقونو بيدوة، ولكن لو انت لسه مستواك اقونو ادوة استخدمها. الفكرة بس بتكمن في ايه؟ انه التشي والني اوكي بيبقوا في الفيلو جراماتيكالي او مستوى لغوي معين. الهدف في تقسيم بتاع الجراماتيكا ان انت مثلا لما يبقى مستواك A1 بتدرس الفيربو، اوكي بتدرس معاه حروف الجر، بتدرس بعض تصريفات الأزمنة زي البريزنت باساتو بروسيمو والفوتورو، ومعاهم بتدرس بريبوزيزيوني اللي هي حروف الجر، اوكي، والبوسيسيفي صفات الملكية. بس بعديها لما بتخش على الأدوة بتبتدي تدرس حاجات تانية زي الامبرفيتو تراباساتو، ومعهم البرونومي ديريتي وانديريتي والريفلسيفي، وكمان السيل امبرسوناله والكونديتيوناله. فانت دلوقتي بتزود على الأساس ده. لما بنعمل الأساس اللي هو الأونو أدوة بنبتدي نحط عليه بقى خلاص بهذه الصورة بيقونوا بيدوا، تمام؟ عن طريق بقى الحاجات اللي انت وريت درستها، الحاجات اللي لسه هتدرسها. فاحنا بنعمل كده الأول حرفيا في الجراماتيكا بنعمل كده. بعديها ده الأساس، دي الدعامات اللي هتخليك بقى ايه متقن للغة. بس دول حاجتين دول، اوكي، الكلام اللي انا لسه قايلاه ده مع الفيربي خلاص الجديده والازمنه الجديده والماضي الجديده اللي انت بتتعلمها. علشان كده
كله متصل ببعض طبعا مع التدعيم، ماشي، بالكلمات، تعبيرات السماع، كل الكلام ده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم الفيديو جاي. تشاو.